هاي الدار كل لحظة يتجدد يا عيال زاي الدار البيت متوحد قول يا قطعة من الروح نرسل لك احنا شواك ويا حمام الدوح غاليين طيبين جينا نرد الدين ونحبكم احنا العراقيين. المشاهدين ويتجدد اللقاء التلفزيوني من إمارة أبو ظبي وتحديدا من مدينة الضفرة، ومعنا الآن المستثمر المصري وهو صاحب مدير عام مكتب العقيلي للعقارات في مدينة الضفرة السيد علاء العقيلي. بالبداية سيد علاء العقيلي أسعد الله أوقاتك. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. يا أهلا بك. إحنا إن شاء الله يعني سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج، برنامج كفاءات الإمارات وبرنامج كله نازاي. يا أهلا وسهلا. ولكن يا سيدي كسياسة البرنامج دعنا نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، يعني علاء العقيلي من هو وكيف كانت بداية وانطلاقته في حياته العلمية والعملية ووصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بكل بساطة. زي أي شاب طموح. نعم. ابتدى مسيرته بالاتجاه للعمل الحر. نعم. والحمد لله رب العالمين، يعني الاسم علاء صالح العقيلي، حاصل على ليسانس اداب واداره اعمال. نعم. حاليا بقالي في الدوله ما يقرب من 18 سنه. نعم. يعني ما شاء الله عليك، يعني 18 عام داخل دوله. نعم نعم. لو اردنا نتحدث سيدي كالبدايات، نرجع للوراء شوي. نعم. واكيد بقول لك المشوار 1000 ميل يبدا بخطوه. اكيد. يعني تعرف بعرس المشاهدين كيف كانت البدايه في حياتك والطفوله، واكيد هناك منشا وهناك مثل اعلى لكل انسان في حياته. اكيد. نعم. يعني الصفات اللي اخذتها من والدك كبدايات، ونتحدث الى مجيئك الى دوله الامارات وسبب اختيارك لهذه الدوله. اعتماد على الذات مع الاستعانه بالمساعدات من المشهوره من الاخرين ان شاء الله. نعم. علشان كل ما تستعين بالاخرين بتزداد خبره افضل في الحياه. نعم. سيد علاء العقيلي، يعني علاء صالح العقيلي المستثمر المصري ورجل الاعمال في قطاع العقارات، يعني تحدث سيدي عن بناء دوله الامارات العربيه المتحده وعن الشيخ زايد طيب الله فرج، عن مكانه الشيخ زايد اكيد التي لا تعد ولا تحصى. نعم نعم. الشيخ زايد قيمه كبيره. نعم. ومعنى كبير، ومؤسس دوله الامارات العربيه المتحده سنه 1971. نعم. ما شاء الله عليه طيب الله ثراه، بنى واسس، ومن بعده الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه المعزز. نعم. كمل المشوار. نعم. نحن الآن في مرحلة المئة. نعم. مع سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. حفظ الله ورعاه، ونائبه سمو الشيخ محمد بن راشد وحكام الإمارات وأولياء العهود. نعم. وممثل الحاكم في منطقة الظفرة الشيخ حمدان بن زايد. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وإتمام المسيرة من نجاح إلى نجاح وازدهار ونمو، ودولة الإمارات ما شاء الله عليها من الدول اللي فرضت على الساحة المحلية والخارجية والعربية والعالمية مكانتها. المستثمر السيد علاء العقيلي. نعم. هذا برنامج سؤال وجواب، ولكن نتحدث سيدي دائما العلاقات الحميمه اللي تربط مصر الشقيق ودوله الامارات العربيه المتحده، احنا هذه العلاقات الحميمه سيدي شو بتحكي لنا؟ الحمد لله تربط مصر بالامارات علاقات من بدايه تاسيس الدوله. نعم. ما بين الشيخ زايد طيب الله ثراه
ورئيس دولة جمهورية مصر العربية في ذاك الوقت رئيس جمال عبد الناصر رحمه الله، ومن بعده الرئيس أنور محمد أنور السادات رحمه الله، ومن بعده الرئيس محمد مبارك رحمه الله. وتوالت الرؤساء في مصر بالتعاون مع رؤساء دولة الإمارات في حتى في الوقت الحالي سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على التعاون المشترك في جميع المجالات. سيد علاء، يعني العقيلي، نتحدث سيد عن هذه المنطقة بالتحديد، مدينة الضفرة والغربية بالتحديد، يعني هذه العادات والتقاليد الحقيقة أهل المدينة يتمتعون فيها. نعم. ودخولك لهذه المدينة كان في البدايات، يعني تحكينا شوي أكثر عن أهل هذا المكان سيد. امتازون بالكرم، حسن الضيافة، حسن التعامل مع المقيم قبل ابن البلد، يعني هم تعاملهم ممتاز في جميع الأمور، في احترام متبادل بين صاحب العمل والمكفول نفسه ما شاء الله، يعني ونتمنى لهم دايما في تقدم وازدهار في الشيء ده بإذن الله. طبعا سيد علاء العقيلي، نتحدث عن احنا من ضمن اصدقائنا معدينا في هذا البرنامج، برنامج كفاءات الامارات وكل زايد، ومن ضمن اصدقائنا معدينا في بلديه ابو ظبي، وجدنا انه سمعه وشعبيه عاليه حقيقه، يعني العقيلي الخدمات العقليه تمتع فيها. السؤال، كيف اشتق هذه الشعبيه سيدي؟ الحمد لله رب العالمين، انا يعني في عملي زي ما انت تفضلت بالافاضه الكريمه، عندي علاقات مع جميع الفئات في جميع المراكز الحكومية، من دائرة البلديات، دائرة التنمية الاقتصادية، جميع الدوائر في المنطقة، مدينة زايد منطقة الظفرة. نتحدث عن العقيلي العقارات، يعني كيف أجتك الفكرة أنك تعمل هذا المشروع وهذا المكتب؟ نتحدث عن الإنجازات اللي حققتها أيضا. أنا من طبيعتي بحب العمل الحر، الحمد لله رب العالمين. من خلصت جامعتي ابتديت بمشروع صغير في مصر، وابتديت يعني حبيت ان انا برضو انطلق برا واشتغل واتوسع واكون افضل من كل يوم، يعني باذن الله تعالى. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح سيد علاء العقيلي. ننتقل الى جانب اخر، يعني نتحدث عن الخدمات الاكثر اللي تقدموها من داخل العقيلي للعقارات، ابرز الخدمات اللي تقدموها، ونتحدث عن قطاع العقار في هذه المنطقه وبالامارات، كيف تجد تطور هذا القطاع ايضا في هذه الدوله؟ اصل الخدمه هي الاداره العقاريه. نعم. مع بعض ملاك المواطنين من اهل مدينه زايد منطقه الظفره. نعم. الحمد لله يعني حست بثقتهم، قمت باعمال اداره عقاراتهم على أكمل وجه على كافة المجالات، من ناحية الصيانة والإدارة والتأجير. نعم. نقيد من الشيء نفسه أن أنا بحاول ألبي كافة طلبات الشباب اللي هم سواء كان مواطن أو مقيم. نعم. من حيث طلب الإيجار، تمام، والحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله. نعم. نعرف كافة الفئات وكافة الطلبات، كل على طلبه يعني. نعم. وكافة يعني الفئات بيستهدفوها، يعني كافة الفئات في هذه المنطقة ركزتوا عليها، مثل مين ركزتوا على الفئات؟ لا، احنا معنا هنا دوائر حكومية. دوائر حكومية؟ نعم، في موظفين في الدوائر الحكومية، وفي اللي هو الإيجار العادي. نعم. الخاص. طيب سيد علاء العقيلي، يعني احنا سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج. الله يحفظك. ولكن نتحدث، انت كرجل اعمال ناجح في هذا المجال. الله يحفظك. ولكن نتحدث عن الرؤيه المستقبليه لك ان شاء الله بعد ايام وسنوات قادمه، يعني علاء العقيلي حفظ الله الخاب، وين بيشوفه سيدي؟ ان شاء الله، يعني انا طموح ان انا اكبر في مجالي إن شاء الله. واضيف له نوع من الخدمات الاخرى على سبيل المثال، مثل اعمال البناء والتشييد، وانجاز بعض اعمال البناء والتطوير من الشغل، يعني ما يكونش حكرا على مشوار الاداره العقاريه والتاجير. وعندنا برضو احنا بالنسبة لعملنا بنشتغل في أعمال الوساطة في البيع والشراء في العقارات التجارية.
الحمد لله رب العالمين، يعني دولة الإمارات العربية المتحدة الله عز وجل حباها في منظومتين، نعمة الأمن والأمان. أينما وجد الأمان وجد الاستقرار والاستثمار والازدهار أيضا، وهذا فضل الله عز وجل. الحمد لله. وثم القيادة الحكيم للشيوخ وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله، لحقيقة يعني يسهرون ليل ونهار لتوفير أفضل راحة السكان للمقيمين ومواطنينا. وأيضا دائما لا ننسى جنودنا البواسل، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجنود البواسل المرابطين حول ثغور وأمن واستقرار هذا الوطن. نعم. يعني أرفع لهم التحية والقبعات أيضا عبر قناة سما الخليج. ماذا توجه رسالة إلى الوطن وقائد الوطن يا سيدي؟ أتقدم بجزيل الشكر والعرفان. نعم. لسيدي السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه، ونائبه سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والسادة حكام الإمارات وأولياء العهود وممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونتمنى لهم المزيد من الازدهار والتقدم ودوام الأمن والأمان. طبعا أعزائي المشاهدين، اشكر معي رجل الأعمال المستثمر المصري السيد علاء العقيلي، وهو صاحب ومدير عام مكتب العقيلي للعقارات في إمارة أبوظبي وتحديدا في مدينة الظفرة.